بيسبقنا سأحيي نساء مهمشات مقصيات، نساء محروقات، نساء غارقات، نساء لا تمتعن بحقهن في الضمان الاجتماعي ولا في أي حق من الحقوق، وهنا نصف المجتمع. كيف تتعامل المرأة السياسية مع النساء؟ يجب أن نعود القهر للوراء، أكد لأن النساء اللواتي بلغن لمواقع القرار واللواتي شاركن في السياسة فقد قطعن أشواطا مهمة جدا في النضال من أجل جميع الحقوق ولكافة المواطنات والمواطنين على السواء. فالحركة النسائية منذ انطلاقها عرت عن واقع من خلال دراسات ميدانية، من خلال تقارير، من خلال وقفات احتجاجية، من خلال المشاركات في تنظيمات دولية ووطنية، من خلال الترافع سواء مع الأحزاب أو مع ممثلي الهيئات السياسية أو المدنية أو الرسمية. أيضا نسجل نحن في المجتمع المدني ونحن مارسنا السياسة أيضا على أن هناك قصور وعلى أن نحن نعيش اليوم في ظل مغرب الحداثة.